الجسور الجديدة، الجسور الجديدة، شارع القاهرة أبو مهدي عجل الله يا رب. هاي الجسور الجديدة اي والله يا رب يا رب. الفاتحة يسار. حاضر سيدي، شو بدك تعمل؟ حاضر. وين بدك تروح؟ حاضر. شو بدك؟ بعدين يمين. يمين. واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحبيب وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين، نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشأة الأولى عفوا فلولا تذكرون، أفرأيتم تخلقونه أم نحن الخالقون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، أفرأيتم النار التي تورون، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. شنو هي؟ والله العظيم هاي جسور جديدة سيد. كله قبل كان هني السفارة. شنو يا رب يا رب؟ الاتحاد السوفيتي. ايه الله. هاي المبنى هذا مؤتمر القمة الخليجي سكن هون. الله يرحمهم، اغلبهم توفوا اللي كانوا ذاك الزمان. فتحوا. لا يعني ما رحت. هذا قصر الشعب. ما رحت عندهم. يا عليك نادي فوق السهل والوادي روحي والله وحياتي. هاي مسكر شارع يمين ما يطلع. شنو بتروح؟ شنو بتروح؟ يلا يمين. هني هذا فرجان سيد. هذا المزيد، مسجد المزيد، نصلي فيه مليون مرة. الله. مليون مرة. ساعتين. وهاي قديمة قديمة عمارة ميدان الحولي. يا رب. وهاي هون في فرع جمعية. وهذا الحمام. هذا الحمام شحلاته شوفوا. والله وايد يأكلونه. هذا من الدوارات الحلوة. والله هاي سدرة قديمة، سدرة قديمة، سدرة قديمة. وين؟ ماكو شيء هناك سيد. سكر سيد، اترك عنهم يا رب. اللهم وفقهم. خلينا نرجع للخط السريع الجديد سيد. هاي العمارات القديمة اللي بقت. الفاتحة. هذا دوار قصر الشعب شوفوا شحلاته.
يعني من الدوارات القديمة فيها كلها صفصاف ونخل قديم ومشيص. شوفوا هذا قصر الشعب اللي صار الحين هو مركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي. أول كنا نيجي الشيخ سعد عبد الله ندش لمنيني كان عنده خيمة الله يرحمه الأمير الولد عهد كان الأمير الوالد مع الوالد السيد مساشق رفاع الوزير والنائب والشيخ رفاع السيد. يعني هي الطرق حلوة وإحنا نبي نركز على الإيجابيات والسلبيات يعني وايدة بس شو نسوي؟ هاي عمارات قديمة أداء الحكومي يعني مو شو ولا بد يعني ما كل ما ودنا إنه يتطور ما عاوزة رجال وعاوزة نساء حرشين وزراء الشارع وزيرات الشارع ينزلون لا إله إلا الله 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 بها يثبت الإيمان بها يحصل. أهم شيء الالتزام بالسرعة دير بالكم ساكن الناس تطلع عليهم بالآلاف خلفات. الله واحد. هاي بعد من جسور المشاة الجديدة المشروع ما خلص وإن شاء الله بيخلص. وشوفوا هاي بارك الباصات الباصات جديدة حلوة فكرتها مصريين يقولون كل جديد له رنة وأفشة وشدة. يا رب يا رب المقاولات يعني شغلة. قال والد سيد مساج من ساعة مرفع عدينا بشغلة رفع الصفية يقول يا أمني تكلم عن إيمان شرع بالمنقف يقول يبي لها إيمان إيمان العوائد جائز يا ربي لهم يعني إيمان ويبينها يا رب. حاضر سيد أنا خادم بالطريقة مريد للطريقة الرفاع الصفي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه السلام. بها يثبت الإيمان بها يحصل الأمان. هاي بعد ما خلص المشروع دعوا له إن شاء الله أنه ينتهي ولكل بداية نهاية سير افتتاح رسمي يسمونه عنق الزجاجة. مشروع كبير هذا كان ابتدى من 4 سنين. احنا اليوم 22/3/2024 الجمعة المباركة الموافق 12 رمضان 1445. ونوعية القار لازم يتعلمون من الأخطاء. أغلب القار اللي تشلخ الحين وتشلع كان نوعيته. يا رب يا رب صلي على الحبيب قلبك يطيب. وهذا نفق هناك نفق بس ما تقدر تشوف هذا مبين هذا يمكن قريب يفتح. يا رب يا رب ربي بهم وبآلهم يعجل بالنصر وبالفرج اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج حتى يقشاه أبو السرج. يا رب الفاتحة. يا رب نادى العربي إن شاء الله لا قوة إلا بالله. المناطق اللي مرينا عليها الدعية والشعب وهاي الدسمة قديمة هاي البيوت القديمة شوفوا في بيوت قديمة انهدمت وانبنت فيها ما زالت موجودة ما لا ولا زال فتحوا هدوانية شواف العصفور
في بيوت قديمة. هذا العصفور. هاي اللي بقت البيوت القديمة. شوفوا. هذا تشيكي. هاي جسور. حاضر سيدي. رجيناك اياهم. هاي من البيوت القديمة. وشكرا. اولا انا كنت اكتب مقالات بالنهايه يقول وشكرا الوالد ابو يعقوب رفع قال يقول وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم بالبدايه. وين في تكتبها؟ في ايام الجامعه كنت التجاره بالثمانينات جامعه الكويت.